طيب انا هعوز منك تحليل لاداء كل لعيب في مركزه، لكن خلينا نقسم المباراه بشكل عام في البدايه وفنيات المباراه تلت وتلت وتلت. بالنسبه للتلت الاول اداء النادي الاهلي فيه كان عامل ازاي؟ طيب خليني اقول معاك من البدايه، اهم سبب شفته في انتصار الاهلي هو كان في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراه، وزي ما بيقول دايما جوزيه مورينيو اسطوره التدريب البرتغاليه والعالميه ان المباراه بتبتدي في المؤتمر الصحفي وتنتهي في نفس المكان. ده مهم جدا في الاعداد الذهني والاعداد النفسي. ده حصل ازاي او لمسته ازاي او شفته ازاي؟ تصريح محمد الشناوي الاول ان احنا جايين السعوديه علشان نحقق انجاز جديد، خلاص احنا مش هدفنا برونزيه، احنا حققنا برونزيه كتير، احنا جايين هنا نعمل حاجه جديده. اذا هنا هو تجاوز اتحاد جده، هو بيقول ان انا خلاص انا عديتك، انا بفكر في اللي جاي. فكان مهم قوي الرساله دي لينا كجمهور اولا، ثم للمنافس، وصلت للمنافس. انا عايز اقول لك يا شاذلي ان حقيقي احد اصدقائي بيتكلمني من المملكه قبل المباراه، هو ليه جمهور اتحاد جده خايف؟ هو ليه اتحاد جمهور اتحاد جده عنده شكوك في فرقته رغم ان هو الاجهز والنجوم والاسماء الكبيره؟ فده نابع طبعا من اسم الاهلي ثم من التصريحات، الطريقه اللي اتكلم بيها محمد الشناوي اللي نقلت الشكوك من عندنا لعند المنافس. وتاكد ده تماما لما تشوف كل التصريحات بعد المباراه. يعني مثلا حسين الشحات بيقول ان احنا ما كانش عندنا شك 1% ان احنا هنكسب، كان تركيزنا كامل احنا خلاص احنا هنكسب، يعني هنكسب. طيب ليه انت بتقول ان التصريحات دي مؤثره على الجانب الاخر وتصريحات كريم بنزيما ما كانتش مؤثره على النادي الاهلي؟ ساعه ما قال انا لا اعلم عن النادي الاهلي الكثير، ولكن الانديه المصريه انديه معروفه بقوتها البدنيه. لا، كريم بنزيما قال بشكل واضح جدا ان مواجهه الاهلي الموسم الماضي كانت صعبه جدا. قال انا لعبت الاهلي كان مع ريال مدريد، لعبت واجهت الاهلي مع ريال مدريد وكانت مباراه صعبه جدا. فكان في احترام، لا كان في احترام واضح جدا من كريم بنزيما للاهلي، وكان وفعلا الاهلي خلق صعوبات كتير لريال مدريد الموسم الماضي، وكان ند في اوقات كتيره، وحتى الدقيقه 80 كان الاهلي قادر على تجاوز ريال مدريد باسمه وعملاقته وشخصيته ونجومه. فبالتالي ايضا ده كان في صف لعيب الاهلي وكان بيزيد ثقتهم في انفسهم. يعني اعتقد كده مش هينساهم بقى خالص، اعتقد كده خلاص هو اتعرف كويس. ده كده بقى في عقده، لان كريم بنزيما فعلا في مباراه الامس تشعر بانه عاجز ومستسلم تماما، هو واقف خلاص. انا يعني مش من عاده بنزيما ولا من عاده نجوم ريال مدريد في الجيل الحالي بالتحديد الاستسلام امام اي منافس، لكن انا شفت حقيقي استسلام، وده يعود فعلا لحاله التركيز الشديده اللي كان عليها النادي الاهلي واللي كانت غايبه طوال الفتره الماضيه. عوده او استعاده ليه؟ طيب غايبه ليه؟ انا عايز اعرف. لان في اداء النادي الاهلي في البطوله الافريقيه مش زي ده خالص، في الدوري مش برضه مش زي ده. لاسباب، اولها استعاده الدوافع. بيان النادي الاهلي قبل اسبوعين عن اجتماعه مع الجهاز الفني واجتماعه مع لجنه التخطيط انه رصد ما وصفه بحاله تشبع، وكان فيها تحذير تلاها بعد التعثرات خصم للاعبين وتهديد بخصم اكبر. هنا انت حطيت اللعيبه جرس انذار، ثم لما تروح تلعب مونديال فانت مش بحاجه لتحفيز. يعني انت خدت كل البطولات المتاحه الموسم الماضي، فبالتالي بتلعب ببعض التراخي في انطلاقه الموسم، لكن لما يتعلق الامر بكاس العالم للانديه واحتماليه مواجهه جوارديولا ومانشستر سيتي ومواجهه بنزيما ونجوم، فانت هنا مش محتاج ما يثير دوافعك وحوافزك. رقم واحد. رقم اتنين، انتقال الضغوط منك الى الخصم. ليه؟ انت لما تكون طرف مستضعف او اقل حظ فبالتالي انت ضغوطك اقل، يعني مجبول أن يخسر الأهلي من كريم بنزيما، مجبول أن يخسر الأهلي من فريق أنفق قرابة 300-400 مليون يورو، فبالتالي ضغوط عليك أقل، مش منتظر منك الكتير. فدايما لاعبي الأهلي لما تقلل من عليهم الضغوط بيقدموا مباريات قوية جدا. فأنا بشوف ده أيضا كان من ضمن العوامل النفسية اللي أهلت اللعيبة يقدموا مباراة كبيرة وساعدتهم في أنهم يحققوا الانتصار ده.